نتيجة العينة العشوائية لتصحيح الإنجليزي النهاردة. نتيجة العينة 94%، يعني ده نتيجة العينة بتاعت اليوم الأول، العينة العشوائية اللي اتعملت الأول. طبعا ده انفردت بيه جريدة الجمهورية وقالت إن نسبة النجاح في اليوم الأول 94%، يعني 94% يعني كل 100 نجحوا فيهم 94. كمان قالوا يعني في أكتر يعني من 25% من الكراسة الإجابات حصلوا على أكتر من 95% في الامتحان، 95% من الدرجة الكلية. وكمان قالوا إن عشرات الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية. طبعا ده أكد إن خلاص هم قالوا الامتحان مطابق المواصفات، بالرغم يعني إن إحنا برضو ما علينا تحفظات على نقطة في القطعة، علينا بعض التحفظات المعينة، لكن هو خلاص كده هم ثبتوا الدرجات الفعلية دي، وأعتقد بنسبة كبيرة كده مش هيبقى فيه تغيير. برضو لو في تغيير أنا هتابع معاك واشترك معايا في القناة، أنا كل حاجة أخبار أو أي حاجة بتابعها تابع معايا كل يوم.